تدخلت الحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس صبيحة هذا اليوم على الساعة 9:30 صباحا من أجل حادث مرور مميت بالطريق الولائي رقم 37 الرابط بين بلدية زروالة وبلدية بالعربي. يتمثل الحادث في اصطدام بين سيارة سياحية وحافلة لنقل المسافرين، للإشارة أن الحافلة كانت فارغة من الركاب. الحصيلة المسجلة وفاة سائق السيارة في عين المكان البالغ من العمر 38 سنة والذي كان محصورا، حيث قامت الحماية المدنية باستعمال أدوات القطع والتفكيك من أجل إخراج الضحية.